تدل على السلام يا ست الستات. الله يسلمك يا غالي، نورت بيتك يا دكتور احمد. عامله ايه يا ام خير؟ كل خير، انا بخير طول ما اولادي مبسوطين وفرحانين ومزقططين. بابا ما اتصلش بينا؟ اتصل بيك النهارده اكتر من 3 مرات ومنبه عليا اقول لك ما تسيبش البيت الا لما يكلمك. طيب ولا هيزعل ولا حاجه، تلاقيه بس بيتكلم عشان يطمن ان احنا وصلنا. ما تغلطش نفسك يا احمد، انت عارف ان عمي عايش على الامل ده، لكن يا خساره ما قدرتش احققه له. اولا دي حاجه بتاعت ربنا، وبعدين الموضوع ده ما يخصش حد غيري، وانا مكتفي بيكي وسعيد معاكي ومش ناقصني حاجه ابدا. انت ارق انسان في العالم يا احمد، عمرك ما حسستني بعكسي، لكن انا حاسه بيك وعارفه انت قد ايه بتتالم عشان ما عندكش اولاد. يا حبيبه قلبي كل الكلام اللي انت بتقوليه ده من خيالك، صدقيني انا مش عايز غيرك انت وبس. احمد لو انت عايز عيل اتجوز، انا مش هزعل، صدقني مش هزعل. انت بتقولي ايه؟ مش معقول ما خلفلكش عيل وكمان حرمك من الاحساس ده. انا مش عايز اسمع الكلام ده تاني، فاهمه؟ الجاموسه دي اخبارها ايه؟ فطرت 10 يا بيه. اذبحوها. حاضر. ودي عشرت يا بيه. كويس قوي يا بيه. يا بيه ايه؟ ولا مسرع التليفون يا بيه. كده سلامة. ها عملتوا ايه؟ مفيش امل خالص. ايوه عملنا كل انواع التحاليل والاشعه اللي في الدنيا. يعني اعمل ايه بس يا بابا؟ اشتري عيل؟ طيب مع السلامه. ايه البخت المنيل ده يا رب. صباح الخير يا سعاده البيه. صباح النور. ايه الاخبار يا شكري؟ كل عالم يرام يا سعاده البيه. وردت إيراد المحلك للبنك النهاردة، واتفقت مع أولاد أبو علام ما يشيلوش محصول الرمان إلا بعد ما يدفعوا الفلوس الأول. طيب أنا نازل اسكندرية قاعد 2 3 أطمن على البطاطس شحنت ولا لأ؟ مش عاوز حاجة؟ تروح وتيجي بالسلامة سعادة البيه. بس عن إذنك يا سعادة البيه، هنزل المركز وأرجع بكرة آخر النهار. ليه؟ أصل ابني عقبال أحمد بيه خلف. خلف تاني؟ ما هو لسه مخلف من شهرين. ازاي يا بيه؟ الحكايه دي من سنه. وبقى عنده كام عيل دلوقتي؟ 5 يا بيه عقبال احفادك. طب اديله 50 جنيه من الخزنه وقول له بطل خلف، ده مش لاقي ياكل، هيوكل عيلته كلها ازاي؟ يا بيه ربنا هو اللي بيرزق، ده احنا كلنا عايشين من خيرك. طب روح خليهم يجهزوا العربيه. ربنا يخليك يا سعاده البيه. يعني مش لاقي ياكل، ربنا يرزقه بخمس عيال وابني ابن المنشاوي، ربنا يحرمه من عيل؟ ابدا مفيش. ازاي؟ ده انا غنيت لك الغنوه اللي طول عمرك كنت بتحبها وتنبسط لما تسمعها، لقيتك برضه متضايق، في ايه؟ صدقيني يا سوسن، اسم حسن منشاوي ده هينتهي للابد. ايه اللي بتقوله ده؟ صدقيني حسن منشاوي ده اسمه هينتهي زي اي اسم في الدنيا انتهى.
أنا مش فاهمة حاجة أبدا. عارفة يا سوسن، كلنا حنموت، بس كل واحد هيبقى له ذكرى، هيبقى له امتداد، هيبقى له حد يحمل اسمه. إلا أنا، أنا كسبت كتير وخسرت كتير وعملت ثروة ما تنتهيش، وعملت اسم زي الطبل، عملت حسن المنشاوي. اللي هيجيله يوم يموت وابني ربنا يديله طولة العمر، هيجيله يوم يموت. بس بعد شوية محدش هيفتكر المنشاوي، والثروة الله أعلم محدش هيعرف هتروح فين، ما يهمنيش. لكن اللي يهمني اسمي، اسم المنشاوي محدش يعمله، محدش هيقول انا جدي فلان. ده اللي مأثر فيا يا سوسن. ربنا يديلك طولة العمر. انا عارف العمر هيجيله يوم وينتهي، ما يهمنيش. كل نفسي اطمن عليه شجر من صلبي قبل ما اموت. نفسي اشوف لي حفيد، حفيد باي ثمن في الدنيا. تصبح على خير. طب وانا هعمل ايه دلوقتي؟ والله انا مش مسؤول، اتصرف. هو المرحوم يتجوز ويخلف وانا اشيل همه؟ يا شاطرة انت يا بنتي. يا انسة يا بنتي. نعم، في حاجة؟ ممكن اقدم لك اي مساعدة؟ لا متشكرة. اسمعيني بس، انا زي والدك، انا شايفك تعبانه قوي وانت زي بنتي. قولي لي انت رايحه فين؟ مش عارفه. طب ساكنه فين؟ ساكنه في المنصوره. مالكيش حد هنا؟ عمي. وفين عمك ده؟ ساكن في العماره دي. طب ونازله في وقت زي ده؟ في يا بنتي؟ طب تعالي معايا، انا شايفك انك تعبانه قوي. تعالي احكي لي حكايتك، يمكن اقدر اساعدك. تعالي. مساء الخير. مساء النور يا حسن بيه. عاوزك تحجز لي اوضه للانسه. تحت امرك يا بيه. الرستوران فاتح؟ نفتحه لسعادتك. طيب. اطلب لك حاجه تانيه؟ الحمد لله شبعت، اصل ما اكلتش طول اليوم عشان كده اكلت الاكل كله. طب قومي نامي عشان تستريح. تصبح على خير. وانت بنام. ايه اللي يخليني اجيب بنت معرفهاش واحجز لها اوضه في اللوكاندا؟ منك لله يا عم، انت السبب في اللي انا فيه دلوقتي. طب لو ما كنتش قابلت الراجل ده كنت هنام فين دلوقتي؟ طب ما يمكن البنت دي تكون حراميه ولا وراها مصيبه، وشها البريء ده وراه حاجات كتير. اجي مع راجل غريب معرفوش في لوكاندا، مش يمكن؟
ده باين عليه راجل طيب. مستنية حضرتك. ايه عامله ايه دلوقتي؟ كويسه الحمد لله. انا مش عارفه اشكر حضرتك ازاي على اللي عملته معايا، بس انا ليا الحقيقه انا ليا طلب عند حضرتك ومكسوفه اقوله. مكسوفه من ايه؟ انا عايزاك تسلفني 125 قرش، بس والله العظيم 3 ان انا هبعتهم لك بس اول الشهر. هتعملي بيهم ايه؟ هركب بيهم للمنصورة. انا تحت امرك، بس عاوز اعرف ايه حكايتك بالظبط. ليه؟ مش يمكن اقدر اساعدك؟ احكي لك ايه ولا ايه؟ انا حكايتي ملهاش حل. ياه ده انت متشائمة قوي. هي دي الحقيقة. معلش عشان خاطري احكي الحكاية. كان عندنا بيت صغير بيبص على البحر. ابويا كان بيكسب كويس لانه كان بيشتغل في المينا. فجأة لقينا نفسنا عايشين في خيام تحت استاد المنصورة، انا وامي وابويا واختي اللي بترضع. عشنا ايام والمجاري بتدفع علينا. قرر ابويا يسافر على مصر يدور على شغل، بس ما رجعش. قالوا انه مات، يمكن زحم مصر اكله. اشتغلت في البيوت علشان اقدر اعيش انا وامي واختي، علشان ناكل. المهم ضاعت كل احلامي، ما قدرتش ابقى دكتوره. ما بقاش عندي غير حلم واحد، اني اعيش امي واقدر اخلي اختي دكتوره. ادي حكايتي ببساطه. طب وانت بتشتغلي ايه دلوقتي؟ بياعه في محل ماني فاتوره. وبتكسبي كام في الشهر؟ 14 جنيه. وايه اللي جابك اسكندريه؟ جيت لعمي علشان استلف منه، علشان ندفع ايجار الاوتيل اللي احنا عايشين فيه، وعلشان ادفع الدين اللي عليا. طردني من غير ما يكلف خاطره قليباتي للصبح، اصل بيته زحمه. مع اني ما عنديش مانع ابدا انام في المطبخ، المهم بات. طب اسمعي، انا هعرض عليكي عرض هيغير لك حياتك كلها. ايه هو بقى العرض اللي هيغير حياتي كلها؟ شوفي انا راجل غني قوي، عندي ارض وفلوس كتير والحمد لله، وعندي ابني الوحيد متجوز بقى له 5 سنين، وللاسف مراته ما بتخلفش ولا فيش امل انها تخلف. انا بعرض عليك انك تتجوزيه، ومجرد ما تخلفي هيطلقك وتسيبي الطفل يتكتب باسم ابني ومراته، وانا هيبقى لي حفيد، وحديك 20,000 جنيه. وليه ده كله؟ ما في ناس كتيره متجوزين وما بيخلفوش وعايشين في منتهى السعاده وراضيين باللي كتبه ربنا. ازاي يعني الثروه تضيع كلها واسم العيله ينتهي؟ احنا ناس صعيده ومحو الذكرى عار كبير قوي. ما دام مراته ما بتخلفش ونفسه في عيل، طب ما يتجوز عليها. مش ممكن، لان مراته دي بنت اخويا المتوفي، يعني بنت عمه، وانا موافقش ابدا ان اتجوز عليها واكسر بقلبها. وبنت اخوك دي غنيه؟ ايوه، لانها ورثت ثروه المرحوم اخويا. عشان كده خايف تزعلها تروح منكم الثروه. لا ده مش السبب الوحيد، لاني بحبها زي ما بحب ابني بالظبط. يعني عايز تشتري طفل ب20,000 جنيه؟ شوفي بفلوس انا اقدر اشتري 100 طفل، لكن مش ممكن اوافق ان ثروتنا واسم عيلتنا يضيعوا. واذا انت ما وافقتيش هلاقي 100 واحده توافق. انما انا ارتحت لك
ومن عارف يكون الصدفة تكون السبب في تغيير حياتك وحياتي. قلت ايه؟ ده كلام غريب قوي. طب اديني فرصة افكر. الحكاية مش عاوزة تفكير. تخيلي لما بقى معاك 20,000 جنيه، ده غير ان هديك كل شهر 200 جنيه لغاية ما تخلفي. طب هرد عليك بكرة. انا هديك نمرة تليفون وتبقي تكلميني بكرة. حاضر. خدي دول. متشكرة. انا عايزة 125 قرش بس. خديهم واشتري هدية لاختك. ايوه بس انا يمكن موافقش هرجع الفلوس دي كلها ازاي. يا ستي اعتبريهم هدية، بس انا متأكد انك هتوافقي. شوفي بفلوس انا اقدر اشتري 100 طفل، واذا انت موافقتيش على 100 واحدة توافق. شغلتيني عليكي. معلش يا ماما اعمل ايه؟ قبل ما وصلت اسكندريه ما لقيتش عمي في البيت، ولما رجع متاخر مسك فيا علشان ابات. كتر خيره. ازاي صحته دلوقتي؟ كويس. يا ترى توفقتي معاه؟ اداني فلوس، بكره هدفع ايجار البيت وهسدد كل الديون اللي علينا. ربنا يديله. شفتي يا ماما جبت لك ايه؟ جبت لك شال تحطيه على كتافك من البرد. ليه بس يا بنتي؟ كنت اشتريتي فستان لروحك. انا نايمه في السرير على طول، انت اللي بتخرجي بتشوفي الناس. انا برضه عندي. شوفي يا ماما جابت لي ايه. الله، ربنا يخلي لكم عمكم ويرزقك بابن الحلال يا احلام. طب انا هروح استريح شويه يا ماما علشان تعبانه من السفر. طيب يا حبيبتي ربنا يريح قلبك. الفستان الجديد قوم البسي قميص النوم. معلش يا ابي سيبيني انام دي النهارده، ده اول فستان تجيبهولي من عيد اللي قبل اللي فات. معلش يا حبيبتي قومي اقلعي علشان ما يتكرمش. طيب هقلعه بس هاخده في حضني. والاخضر وفي كمان اصفر. مفيش احمر؟ لا. متشكرة. مع السلامة. ايوه يا فندم موجود عندي. تليفون لك يا حسن بيه. الو. ايوه احلام. الف مبروك. ربنا يتمم بخير. لا انا نازل مصر دلوقتي. طب دي واحده. اديني ورقه من فضلك. ورقه من فضلك. الو. قولي لي اتصل بيك ازاي؟ ايوه. ايوه. طيب يا حبيبتي. طيب مع السلامة وألف مبروك. كفاية بقى يا ماما، كفاية بقى علشان خاطر. مش قادرة أتخيل إني ما أشوفكي سنة بحالها، ده أنا ماليش غيرك أنت وأختك. معلش يا ماما، إيه الأيام بتمر، بس بعدها هقدر أريحك، هنقدر ناخد شقة كويسة وهيبقى معايا فلوس علشان تعليم ليلى لما تكبر. بس الشركة دي مضمونة، يعني العقد مظبوط. ولا تسافري وتتبهدلي في الغربة؟ لا اطمني، هم هي شركة كويسة قوي وكبيرة واسمها معروف في الكويت كلها. أعمل إيه؟ من يد حيلة. يا الله دي حكمته. بس يا ماما بقى كفاية. أنا بعمل ده كله علشان مين؟ مش علشانك أنت وليلى. مش هقدر أشوفك كده، أحسن بعدين هرفض ومش هروح. لا يا حبيبتي لا، سافري. سافري، ربنا يجعلك في كل خطوة سلامة. بس ببعتيلي. أنا خايفة لا أموت وأنت في الغربة. بعد الشر عليك يا ماما، ما تقوليش كده بعد الشر، ربنا يديكي طول العمر. الدكتور أحمد موجود؟ موجود يا فندم، نقول له مين حضرتك؟ أنا والدي. أهلاً يا فندم، أهلاً وسهلاً، أنا آسفة جداً، أصل أنا لسه جديدة، اتفضل يا فندم.
اتفضلي. ربنا يخليك يا دكتور. ألف شكر. مع السلامة. الله يسلمك. أهلا يا بابا. أهلا يا بابا. الحمد لله على السلامة. ازيك يا دكتور؟ اتفضل. وزي البلد واللي في البلد كلهم بيسلموا عليك ومشتاقين لك أنت وأمال. على فكرة. أيوه. أمال كل يوم وتاني بتحلم بحضرتك. خير. خير وبركة طبعاً يا بابا. هو حد يطول يحلم بحضرتك؟ يا واد بطل بكش بقى. ربنا ما يحرمناش منك ابدا. طب انا هسيبك تشوف شغلك. لا انا خلاص شويه واخلص. طب وهتعمل ايه؟ هروح للغدا. يا مالح هتفرح بيك قوي. ايوه. وبالليل اخلص عيادة بدري عشان ارجع واغلبك في الشطرنج. بقى بني. مفيش فايده يا عمي. مفيش فايده. ومفيش مستحيل. طب اعمل ايه اكتر من اللي انا عملته في 5 سنين؟ القهوه يا سعاده البيت. اي خدمه يا بنتي؟ لا روحي انت يا ام الخير. بس لو سمحتي ما تتأخريش عليا الصبح. ما تاخدينيش يا بنتي، اصل العيال بيلخموني الصبح. ربنا يخليهم لك ويعوض عليك يا قادر يا كريم. مع السلامه. انا لقيت الحل يا امال. ارجوك يا عم كفايه، ما تخلينيش اتعلق بامل جديد وفي الاخر يطلع وهم. انا تعبت، تعبت من خيبه الامل. المره دي حقيقه مش امل. حقيقه مستخبيه ورا سراب. لا حقيقه مؤكده. ازاي بس يا عم؟ عاوزك تفتحي مخك لكل كلمة حولها لك وتوزنيها بميزان الدهب. يمشي على الدواء ده لمدة 15 يوم وبعدين اشوف. ميرسي يا دكتور. العفو. اشوفك تاني يا محمد. لا الدور الجاي هتكون خفيت ومش هديلك حقنة تاني. خلاص؟ مع السلامة يا منام. أنا اتعذبت كتير لغاية ما ربنا هداني للحل ده. ولازم تساعديني يا أمال. أساعدك إزاي بس يا عم؟ في إقناع أحمد. أنا اللي هقنعه؟ أيوه، أحمد بيحبك ومستحيل يرفض لك أي طلب. موافقتك أنت هتسهل كل حاجة. عايزني أطلب منه يتجوز عليا؟ بقول لك هيطلقها بمجرد ما تهبل، والعيل هيكتب باسمك أنت، هيتربى في حضنك، وهتبقي أمه قدام الدنيا كلها. هبقى أم. أنا عاوز أكمل لك سعادتك. ما تبصيش دلوقتي، انتوا لسه صغيرين، لكن احمد لازم هيجيله يوم ويحن العيل يحمل اسمه. انا بكده بضمن مستقبلك معاه. يا عم ده طلب غريب جدا. انا ما اقدرش استحمل اللي حضرتك بتقوله ده. انا نفسي قبل ما اموت يبقى لي حفيد عشان خاطري. ما تحرمنيش من ده، وما تحرميش احمد انه باب. عارف ان ده صعب عليكي، لكن صدقيني انا بعمل كل ده عشان مصلحتكم. الليله تكلميه والصبح عاوز اخد رد منك بالموافقه. تصبح على خير. سيبيني انا احاول بطريقتي اعوضك عن ده.
عاوزك تكلميني النهارده ضروري، لازم ننتهي من الحكايه دي خالص. حاضر يا عمي، امرك. الكلام ده مش كلامك يا مال. ليه؟ هو انا مش ست زي كل الستات؟ ولا عشان عاجزه يبقى ما عنديش احساس؟ جريه يا مال، انت ليه بتقولي كده؟ مش قادرة أخبي عنك عذابي أكتر من كده. أنا عايز أعرف بابا قالك إيه بالظبط. عمي ما قاليش حاجة. يعني الفكرة دي أنت اللي فكرت فيها لوحدك؟ دي أحسن طريقة نجيب بيها طفل. جاوبيني على سؤالي، الفكرة دي أنت اللي فكرت فيها ولا بابا؟ مش مهم مين اللي فكر. اسمعي يا مال، ما تخليش أفكار بابا وتقاليده تنغص علينا حياتنا. عشان خاطري أحمد، لو بتحبني صحيح ما تحرمنيش من الفرصة دي. فرصة ايه؟ ما تعالي يا مال. أرجوك يا أحمد. خلاص، إذا كان نفسك في طفل نتبنى. نتبنى طفل غريب عننا، ولا ما يبقى من صلبك أحسن. صلبي؟ أهي كلمة صلبك دي بتاعت بابا. أرجوك يا أحمد، لازم توقف. لا، أنا مستحيل أوافق على حاجة زي دي. ليه؟ يا بابا صدقني انا مش عايز عيال، لكن انا عايز ومش هسمح بزوال اسم من شاوي طول ما انا حي. انت ايه عاوز تكون السبب في ضياع طاقه العيله دي؟ جريمه، جريمه في حق اجدادك. خلاص اتجوز حضرتك وخلف. اخلص يا اخي، تربيتي ليك وضيع عمري عليك. يا بابا انا ما غلطتش الا ما اتجوزت وانا في عز الشباب عشان اربيكم وارعاكم. عاوز نتجوز وانا رجل القبر عشان تصميمك على عصياني؟ أحمد مش ممكن يا حضرتك أبدا. يا بابا أرجوك تفهمني. هي كلمة واحدة نسمع كلام ولا لأ؟ حاضر، هسمع كلامك، بس لما ألاقي الست اللي توافقنا على كده. يكونوا معايا دلوقتي. معلش، بكره هتعملي لهم بيت زي ده. انا هسيبك دلوقتي ترتاحي، وبكره هجيب المأذون ونبتدي اتفاق. ما يلزمكيش حاجه. شكرا قوي. علمون البيت فيه كل حاجه والتلاجه مليانه. خدي خدي دول، انزلي اشتري كل اللي يلزمك، فساتين، هدوم، كل اللي انت عاوزاه. ربنا يخليك. وادي مفتاح الشقه. انا اذنك. مع الف سلامه. أنا شايف إن الغسيل كتير عليكي. طب ما تقوم تذاكر دروسك أحسن لك بقى. أنا خلصت كل الواجبات. بقول لك إيه، هاتي بوسة. بلاش اللي تأدب أحسن، والله لما تيجي أمك لا أقول لها. وشكلها إيه بقى الست اللي قبلت الصفقة الشاذة دي؟ أنا مختار لك واحدة أحلى من بدر منور، ونتاجها هيكون شيء عظيم بإذن الله. نتاجها؟ أيوه. حضرتك بتتكلم عن النتاج زي ما تكون بهايم في زريبة حضرتك بالظبط. حتى في البناء ادمين الواحد لازم ينقي وعاء جميل. وعاء؟ ايوه وعاء. انا متوصي بيك قوي. كش بالك. حضرتك كمان اجرت لها شقه؟ ما هو ما كانش ممكن تعيش معاكوا في المعادي. هو انا المفروض اني اعيش معاها؟ على الاقل لمده في الاول، علشان لازم تحصل الخلوه الشرعيه. احنا بعد ما نكتب كتاب انا هروح اخد امال ونسافر على العزبه نقعد فتره.
يا بابا انت بتستغل حبنا واحترامنا ليك ورغبتنا في تنفيذ كل طلباتك بشكل غلط. اللي بيحصل ده لعب بالنار. خلاص مش ممكن دلوقتي نتراجع. صدقني اللي بعمله ده لمصلحتك انت وامان ولمصلحه عيله المنشاوي ولمصلحه اجدادك. خش خش قدامي اتفضل. احلام الدكتور احمد المنشاوي ابني. اهلا وسهلا. ارتاح تفضل. تفضل يا دكتور ولا زوجيني نفسك على كتاب الله وسنة رسول الله. زوجيني نفسك. الحمد لله انا مقدر الموقف صعب عليكي، لكن زي ما قلنا مفيش حلاوه من غير نار. واجيب القوه منين؟ وبعدين يا امان بدل ما تفرحي افرح. طبعا كلها كام يوم ويحصل مراد ونعلم في البلد كلها انك حامل، وبعد كام شهر تستلمي ابنك اللي هيملى لنا حياتنا كلها. بس ده مش هيبقى ابن. الام مش هي اللي بتخلف، الام هي اللي بتربي. لما تربيه هترتبطي بيه ومش هيعرف حد غيرك. كنت افضل اني اموت ولا اني اسيب جوزي لوحدة تانية. قلتلك ما تبقيش عبيطة، دي مش اكتر من وعاء. طب لو سمحت عايز اعدي عليه اشوفه. ايوة بس مش وقته. ارجوك يا عمي لازم اشوفه دلوقتي. حاضر. لا خليك يا عم انا هطلع لوحدي. اجي معاك يا بنتي. لا ارجوك انا عايزه اودعها. هي الشقه نمره كام؟ الدور الرابع شقه 15. طيب مش عايزه سؤال. طب
بنتي يا شاطر تعالي انا عايزاكي. افندم انت عارفه انا مين؟ مدام امال. مدام الدكتور احمد. عارفه. يمكن تكوني ناسيه او تحاولي تنسي الحقيقه دي في يوم من الايام. حياتك تقصدي تقولي ايه؟ اقصد افهمك انت هنا واللي حصل ده كله تم بعد موافقتي انا. انت بالنسبه لاحمد مجرد وعاء وعمرك ما حزيتي عن كده ابدا. انت قابضه ثمن الدور اللي بتلعبيه. انما انا مراته وحبيبته وهفضل طول عمري كده. فاهمه؟ خلاص. في حاجه تانية نفسك تقوليها؟ يعني ايه؟ يعني انا مستنيه حضرتك لما تخلصي كل نفسك تقوليه. انا خلاص خلصت كل اللي انا عايزه اقوله. عن اذنكم. ليه عملتي كده؟ ايه؟ اتضايقت عشانها؟ لا ابدا، انا اتضايقت عشانك انت. اللي عملتيه ده حسسني انك متضايقه، وانا ما وافقتش على ده غير عشانك انت، وانت اللي غصبتيني على كده. ومين قال لك اني متضايقه؟ انا متاكده انك بتحبني وهتفضل تحبني طول عمرك. طبعا يا روحي. اشوف وشك بخير، هستناك تكلمني بكره. عايزه تفهميني ان عندك احساس؟ انت احقر مخلوقه شفتها في حياتي، انت مش ممكن تكوني انسانه. انا عمري ما شفت ولا هشوف انسانه شاذه زيك. ارجوك كفايه تجريح. تجريح ايه؟ انت لو كان عندك احساس ما كنتيش تفكري تبيعي ضناكي ابدا. انا ببيع ضنايا لاني محتاجه الفلوس. لا، لانك جشعه. حبك للفلوس عماكي وموت احساسك. صح، لاني ما اتولدتش ببقي معلقه ذهب، لاني ما طلعتش بنت المنشاوي اصحاب الملايين اللي بيشتروا بفلوسهم بني ادمين. ما تحاوليش تبرري جشعك بحجه الفقر. ارجوك ما تتكلمش عن الفقر لانك ما تعرفوش. دي فاكراني هاكل من الكلام ده؟ الحره تجوع ولا تعملش اللي انت عملتيه ده. حضرتك جربت الجوع؟ جربت وانت طفل تشتهي رغيف حاف؟ عمرك شلت طفل على كتافك واتمرمطت بيها في بيوت الخدمه؟ ولا عمرك حسيت وانت عندك 12 سنه انك مسؤول عن ام وطفله؟ ولا كانوا بيحطوك في السرير وبيدفوك وبيجيبوا لك شوكولاته ولعب؟ ما تتكلم يا بيه من الاكابر. سعاد، ايه الاخبار؟ كده؟ طيب خليك قاعده جنبها، انا جاي حالا. مع السلامه. كان ممكن يا احمد بيقول لي امشي بدل ما تهني كده. انا اسف، معلش، انا مضطر انزل المستشفى دلوقتي. مش عايز اي حاجه؟ البيت فيه كل حاجه. طيب عند اسمك. مع السلامة. Thank you.
عشان احضر لك العشاء. ما كانش له لازمه انك تتعبي نفسك. ما هو مش معقول تتعب نفسك وانا موجوده. انا ملكك. انت ناسي انك مشتريني بفلوسك. انا بعتذر لك على الكلام اللي قلته. انت ما غلطتش. هي دي الحقيقه. هجيب لك العشاء. ظروفي اللي حطيتني في الموقف ده وخلتني اسمع كل الاهانات دي. انا ما كنتش طول النهار ومش هتعشى لو ما قعدتيش معايا. ارجوك. حاضر حاضر عشان تاكل. الو الو، من فضلك انا طالبه مصر 26156، بقالي اكتر من ساعه. ارجوك استعجلها لي. ايوه انا امال المنشاوي. متشكره قوي. الو، ايه ده يا احمد؟ انت لسه نايم لحد دلوقتي؟ لا يا حبيبتي انا صاحي، ثم ان ساعة لسه ما جاتش 7. انا اسفة اللي قلقتك يوم صباحيتك، بس انا ما نمتش طول الليل وكنت منتظرة ان انت اللي تكلمني. يا حبيبتي والله انا كنت هطلبك دلوقتي. اللي حصل امبارح يا احمد احكيلي، احكيلي بالتفصيل. احكيلك ايه بس؟ وحياتك ما حصل حاجة. يا احمد ارجوك ما تكذبش علي، ريحني. انا عارفة كل حاجة. كنت مبسوط معاه. بقول لك كنت مبسوط معاها. انت بتقولي ايه يا امان؟ انا عملت كل ده علشانك وانا مستعد الغي كل حاجه دلوقتي، بس ما تعمليش في نفسك كده. لا يا احمد لا. ايوه مكالمه تانيه من فضلك. قول لي يا احمد بتحبني ولا لا؟ يعني ممكن تنساني، ممكن واحده تانيه تخليك تنساني. طب احلف بحياتي. وحياه امال بحبك قوي، مش ممكن احب حد غيرك. وبعدين يا امان ارجوك عشان خاطري ما تعمليش في نفسك كده، ما تخلينيش احس ان انا سبب في اي الم ليكي. لا انا كويس كويس خالص. مع السلامة يا احمد. مع السلامة. استني معلش عايز اكلم. استني استني. ايوه ايه الاخبار؟ كله تمام؟ ليه بس؟ شد حيلك يا احمد. بقول لك ايه؟ اسم العيله كله في رقبتك دلوقتي. انا نفسي افرح قوي، قال لي حفيده واد. يلا. البقره دي عشرت خلاص؟ لسه يا ساعة البيت. وسايبها لوحداني من غير الطوب. مش قابلين بعض يا ساعة البيت، كل ما نحطهم مع بعض تحصل مصيبه بينهم. اسمع الكلام، مش حطهم مع بعض هم هيتفقوا. أنا عاوز البقرة دي تتعشر بأسرع ما يمكن، فاهم؟ فاهم يا سعادة البيت. واحد تاني. لا لا مش كفاية. بس أنا عندي مهمة ولازم أخلص منها الليلة. Thank you.
كوبايتين وتلج. كل حاجة عملتيها كنت بتحبيها؟ ها؟ لا، في حاجات كتير فرضها علي الزمن. وانا بفرض عليكي تشربي. عندك حق، ما انت والزمن واحد. انت بتتريقي؟ لا ابدا، هي دي الحقيقة. عايز حاجة تانية؟ انا تحت امرك. انا عايز اخلص من المهمة دي بقى. أنا كمان عايز أخلص، ما أنا هو تحت أمرك، ما أنت مشتريني بفلوسك، قصدي أبوك اشتراني ليك، جسمي هو تحت أمرك، بس هفضل طول عمري عالي بيحتقرك. مش محتاج تعمل كده عشان توريني قوتك، على الأقل أنت قوي بفلوسك. هغفر لنفسي اللي عملته فيك. انا كنت متخيلة ان احلاقيك ارق من كده، او على الاقل تعاملني كانسان. انا المفروض اني مراتك، اسفة لفترة، مش حرام عليك تبقى انت والزمن على هيك؟ ولا يعني فلوسك اللي مديالك الحق انك تعمل اي حاجة؟ ارجوك ما تجيبيش سيرة الفلوس، اقسم لك انا عمري ما فكرت في كده. بس انا جوايا حاجات كتير قوي ملخبطاني، ومع ذلك انا هفضل طول عمري ندمان على اللي عملته فيك. انت باين عليك تعبان قوي، استريح، شارب كتير. شكرا قوي يا دكتور. لا العفو، ان شاء الله اشوفها الاسبوع الجاي. خلاص كله تمام. ها بيتا ماشي، يلا اشوفها الاسبوع الجاي. باي باي. ادخل البعض يا دكتور؟ لا استني لما اخلص المكالمه دي وانا هضرب لك درس. حاضر يا دكتور. رابع مرة من ساعة ما نزلت رحت العيادة وانت تكلمني عشان تقولي وحشتني قوي. ايه يا دكتور؟ هي العيادة فاضية ولا ايه؟ ابدا والله، ده انا عندي زباين كتير قوي. حتى تعالي شوفي. طب شوف شغلك بقى وما تكلمنيش تاني، احسن والله هرفع السماعة. لا اوعي، احسن اسيب العيادة واجيلك. طيب هشتغل وحياتك عندي. حاضر.
اللي فيها. يعني مبسوطة؟ جدا. ولو إن لو كنا في البيت كان أحسن. ليه؟ لأن لما بقى معاك لوحدنا بحس بالأمان أكتر. هي هي أحلام قدرت أوصل لك الإحساس بالأمان وأنت معايا. تعرف أول مرة شفتك فيها أخدت عنك فكرة، بس أنت غيرتها دلوقتي خالص. أنا آسفة يا مدام، أنا شفت الدكتور أحمد افتكرتك أمان. أصلي أهلاً يا ليلى، إزيك يا محمود؟ دكتور. الحمد لله، وحشنا قوي يا دكتور أحمد. وأنتوا كمان. يبقى خلينا نشوفك يا دكتور، وهات معاك أمان، أحسن وحشاني قوي. باي باي يا دكتور. سعيد يا مدام. أنا آسفة. على إيه؟ على اني سببت لك اي احراج. بالعكس، انا نفسي تكوني مقدره موقفي، وما تزعليش اني ما قدرتش اقدمك ليهم. هو ده الطبيعي، يعني كنت هتقدم لي وتقول لهم ايه؟ شفت ان البيت بالنسبه لي احسن. انا قلبي مش مستريح، حاسه ان في حاجه، وانا عمري احساسي ما كدب. يا حبيبتي ما تخافيش، انا كل اللي عاوزه لازم هيحصل. بس انا خايفه يا عمي لا يتعلق بيها. لاش عبط، احمد ده ابني وانا مربيه، مش ممكن يعمل حاجه انا مش موافق عليها. ما يمكن هي اللي تلف عليه. زي ما اشتريتها بالفلوس اخليها تسيبه بالفلوس. ده اذا حصل، ولو اني واثق ان احمد بيحبك. صباح الخير. صباح الخير. من فضلك انا عاوز اوضه على البحر. انا مدام. جمبري ما حصلتش. كفايه انا جمبري بقى، احنا هيجي لنا حساسيه. لا ما تخافيش عليا. من فضلك عاوزين الغدا في الاوضه. تحت امرك يا دكتور. شيك. على فكره الجمبري بتاع النهارده هيعجبك قوي. كده؟ اصله سويسي. عظيم. مفيش الذ من السويسي. عنها الشكاوي، يمكن يكون التليفون عطلان. معلش هتعبك معايا. متشكرة قوي. مالك يا مال؟ بقالي 3 ايام يا عمي بطلبه في البيت ما بيردش. معلش جات التليفون متعطل في البيت، اطلبيه في المستشفى ولا العياده. طلبته في المستشفى وبقاله اسبوع ما بيروحش العياده. معلش. معلش يعني ايه يا عمي؟ انا قلقان عليه وده من حقي. ما هو لازم يتفرغ شويه عشان ننتهي ونخلص. بقالنا 5 سنين متجوزين، عمره ما اتاخر عن العياده ساعه واحده. اشمعنى لما كان معايا كان بيحترم كل مواعيده؟ طب بس هدي نفسك هدي نفسك. تقدر تقول لي حضرتك المرضى بتوع ذنبهم ايه؟ يعني صعبان عليك المرضى؟
المرضى. سرحانة في ايه؟ قولي انت الاول، كنت بتفكر في ايه؟ بفكر ليه الايام الحلوة واللحظات السعيدة بتعدي على الانسان بسرعة غريبة. احساسنا بالسعادة هو اللي بيخلي الزمن بالنسبة لنا بيتلغي، علشان كده بنحس ان الوقت عدى بسرعة. خسارة انك ما كملتيش تعليمك. أعظم مهنة في العالم، لكن يا خسارة. تصوري لو ده حصل كان ممكن نتقابل في ظروف تانية خالص. يا ترى علاقتنا كانت هتبقى ازاي؟ كنت أكيد أحبك برضه، لأن الحب ده قدر. عارفة كل راجل وست عبارة عن شيء اتقسم نصين، ودايما كل نص يدور على التاني، ولو حصل واتقابلوا يبقوا أسعد اتنين في العالم. أنا حاسس إنك نص التاني. لا يا أحمد، أنت زوج وليك حياة، وأنا مجرد مرحلة في حياتك ولازم هتنتهي. بلاش نهرب من الحقيقة ونعذب نفسنا. مش لازم ننسى إن إحنا بنمارس الرواية. هتنتهي مع نزول الستارة، وكل واحد هيروح لحاله. أنت غيرت فيا حاجات كتير قوي يا أحلام. اعتبرني حلم في حياتك ولازم تصحى منه. لنا كمان يومين. اعقل بقى، انت سايب المستشفى والعياده بقالك 5 ايام. مش هيجرى اي حاجه لو بقوا 7. لا هيجرى كتير، يلا بقى لازعل منك. اعمل ايه؟ ما اقدرش على زعلي. داخلين على طريق المنصورة. ايوه. طب ممكن اطلب منك طلب؟ ربنا يخليك. امري. عايزاك تمر على امي واختي وتقول لهم انك انت كنت معايا في الكويت، وان انا كويسة وبسلم عليهم وتطمني عليهم، وانا هستناك بره في العربية. حاضر. ربنا يخليك. انتي ليلى مش كده؟ ايوه انا. وحضرتك مين؟ انا من طرف قبل احلام. قبل احلام؟ يا ماما يا ماما، في واحد من طرف قبل احلام. قولي له اتفضل. اتفضل. اهلا يا ابني، قول لي احلام كويسه ولا في حاجه؟ اطمني يا فندم، احلام كويسه ومكلفاني ان انا اجي اطمن عليكم. الله يطمنك. وهي صحتها كويسه؟ مبسوطه؟ الحمد لله يا فندم كويسه، وحضرتك ما يلزمش اي مساعده اي خدمه. هو حضرتك راجع لها تاني هناك؟ ايوه فندم. سلم لي عليها، قول لها امك بتفكر فيكي وبتدعي لك ليل ونهار. وسلم لي عيانا كمان، قول لها ليا بوسك من هنا ومن هنا، وكمان قول لها ان انا بعد الايام لغايه لما هي ترجع. حاضر. اتفضلي يا فندم. انا معايا يا ابني والحمد لله، دي بتبعت لي كل شهر. ما هي برضك اللي بعتها. اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. صحيح يا احمد، ماما صحتها كويسه؟ اي والله العظيم. يا ترى عاملين ايه من غيري؟ ابدا كويسين قوي، بيسلموا عليكي. ما تضحكي بقى امال. حاضر. عشان خاطري. ربنا يخليك. الحمد لله على السلامة. أهلا يا بابا. الحمد لله على السلامة.
ازيك يا احلام؟ الله يسلمك يا حسن بيه. جاي منين؟ احنا كنا في اسكندريه. عظيم. الهدوء والانسجام مطلوبين، بس ربنا يجعلهم بفايده. انا مش هزعجكم كتير، انا كنت جاي في شغل، حبيت اطمن عليكم واشوفكم عاوزين حاجه. متشكرين يا بابا. تعالى. هو ده اللي اتفقنا عليه يا احمد؟ يا بابا لازم تقدر حضرتك ان احنا بني ادمين، مش حيوانات تتحبس في زريبه لحد ما نعشر. كان لازم نخرج شويه. وافرض حد شافها معاك، عاوز تجيب لي نفسك تهمه ويقولوا عليك انك راجل هلاس وبتخون مراتك؟ ما تنساش حضرتك انها مراتي برضه. لا اوعى اسمع منك الكلمه دي تاني. دي زوجه لاجل المسمى. فاهم يعني ايه زوجه لاجل المسمى؟ فوق لنفسك يا دكتور. لازم الراحة التامة خصوصا في فترة الحمل الأولى. أه لو ما كنتش دكتور. ليه؟ ما كنتش هسمع كلامك واتربط في سرير الرابطة دي. طب اتفضلي افتحي بقك بقى. إيش إيش؟ أنت كمان بتعرف تقلي بيت؟ أه بس اتصوري برضه الطقس على ساعتها تاني مرة. طب وليه عملت كده؟ مش عارفة ليه. بتفكر في إيه؟ بفكر فيكي. فيي أنا؟ مش عارف هعمل ايه من غيرك يا احلام. انا اتعودت عليكي. بكره تنسى. فرحتك بابنك هتنسي كل حاجه. ابدا بالعكس. ارجوك يا احمد، قلت لك بلاش نتكلم في الموضوع ده. تبي ما بتحبنيش. الله يسامحك، ده انا عمري ما حبيت حاجه في حياتي قد ما حبيتك. مستحيل ابني سعادتي على تعاسة أمال. أنت كمان ما ترضاش بكده. إحنا ممكن. لا مش ممكن. وإن أنت رضيت أنا مش هرضى. أنا رايح العيادة، مش عايزة حاجة أجيبها لك وأنا جاي. ما تتأخرش عليا. ولا احمد؟ هما الاثنين. طب انا هسيبك دلوقتي عشان عندي حاجات مهمه عاوز اخلصها. اتفضل حضرتك. عمي. ايوه امان. دلوقتي اظن المفروض بقى احمد يجي يعيش هنا على طول. طبعا. والطلاق هيحصل امتى؟ اول ما تخلف ونستلم الطفل هيطلقها وهدفع لها المبلغ اللي متفق معاها عليه. هو ده المظبوط. تفاح وقلبت الدنيا على من لقيت لك بطيخ. ما نفسكيش في حاجه تانية؟ متشكر قوي يا حسن بيه. متشكر على ايه؟ ده انا مش عارف اشكرك ازاي. تشكرني على ايه؟ انت انسانه عظيمه، ربنا يبارك لك في شبابك وفي صحتك. انا متهيألي هنشوف الخير كله على وشك. ربنا يخليك يا حسن بيه. انا كنت عايزه اسال حضرتك. ايوه. يا ترى بعت الفلوس لامي؟ طبعا بعت لها حواله بريديه ب 200 جنيه اول الشهر باسمك. استني يا ستي، وادي الوصله اهو. بقول انا هجيب واحده تقعد جنبك وتخدمك، لان امل رجعت ومن الطبيعي احمد هيبقى مرتبط بمراته. ها
طبعا. فينا اللي خلاك تعيطي؟ طبعا انت ما فطرتش. في الحقيقه اخسى عليك، مش كنت تقول لي اول ما جيت؟ طب هروح احضر لك الفطار. خليكي جنبي، انا مش عايز افطر. وبعدين بقى انت هتعمل زي عيل صغيره، لازم تفطر. طب اديني بوسه عشان اسيبك. لما تفطر وتشرب اللبن وانبسط منك هبقى اديك حاجه حلوه. عجبك اكل الطباخ الجديد؟ مش بطال. يا ام الخير فين؟ راحت العزبه، وعمي بعت السفرجي والطباخ دول مؤقتا الفتره دي. وما حدد لهمش اصناف الاكل كمان اللي لازم يقدموها؟ قول لي يا احمد. ايوه. انا حاسه انك اتغيرت. في حاجه؟ اتغيرت ازاي يعني؟ حاسه ان في شيء انكسر جواك. مين قالك كده؟ مش لازم حد يقولي، انا حاسه بكده وعمري احساس الزوجه ما يخيب. صدقيني مفيش حاجه ابدا، انت بس بيتهيألك. انا اصلي تعبان شويه في الشغل، ادي كل الحكايه. حقيقي؟ اه طبعا. انا
انا عمري كتبت عليكي؟ يا ريت. الو احلام، انت صحيح فطرتيني الصبح، بس نفسي تعزميني على العشاء، ممكن؟ يا ريت، بس انت مش شايف انك لازم تتعشى معاه النهارده؟ انت موافقه تعزميني ولا لا؟ كده طيب، انا هخلص العياده واجيلك جري. ما عرفت ست، كنت واخد الحياة جد قوي، كنت عايز انجح في شغلي. لما بابا قال لي اتجوزها وافقته على طول، لاني عمري ما رفضت له طلب، ولاني كنت بعزها. لكن دلوقتي عرفت ان الفرق كبير قوي بين انك تحب حد وانك تعز حد. انا معاك يا احلام، بحس باحساسات غريبة قوي، بحس انك حبيبتي امي. ايوه بس انا مش ممكن ابقى مامتك لاني مش كبيرة قوي للدرجة دي. انت ما بتحبينيش يا احلام. انا فعلا ما كنتش عايزة احبك، لكن حبيتك غصب عني. ارجوك يا احمد، انا عايزة اخرج من حياتك من غير ما احس اني سببت لاي حد احساس بالالم. كفاية اللي هيبقى جوايا، كفاية، لان ده قدر وانا راضية بيه. ارجوك يا احمد ابوس ايدك، انزل وراها.
انزل وراها وصلها عشان خاطر انزل وراها. تنزل لوحدها. انت بتدافعي عنها بعد كل اللي قالته عليكي؟ هي برضو معذوره. وبعدين انا علشانك استحمل اي حاجه في الدنيا. انت اعظم انسانه في الدنيا. صباح الخير. صباح النور يا فندم، أي خدمة؟ قولي لي، أنت متجوزة؟ أيوة يا فندم. ومخلفة؟ أيوة. ليه؟ في حاجة؟ عال عال، شوفي بقى، أنا جاي لي أول حفيد قريب، وهيكون ولد، إن شاء الله، قولي إن شاء الله. إن شاء الله. عاوزك تجيبي لي كل الحاجات اللي تلزم مولودي الجديد، بس أحلى حاجة وأغلى حاجة، ومن كل حاجة دستة، فاهمة؟ ده حفيد حسن المنشاوي. أهدي بقى، لف فوق قوافيل عشان النونو. الله. ودي جاكيتات عشان دي بودره بقى تحطها له دايما بعد الحمام. ايه رايك؟ حلوين؟ حلوين قوي. يا سلام. انا مستني المولود ده بفارغ الصبر. ده الانسان الوحيد اللي احبه اكتر منك واكتر من احمد 60 مره. هي اعز من الولد ولد الولد. مالك يا مالك؟ أنا عايزة أتطلق يا عمي. بتقولي إيه؟ خلاص مش هقدر أعيش معاه بعد كده. أوعى أسمعك تقولي الكلام ده تاني. صدقني يا عمي، أحمد ما بقاش يحبني، ولا أنا كمان بقيت أحبه. في شيء بينا ضاع. إيه الكلام اللي بسمعه منك ده يا أمال؟ بقى أنا اللي بقول عليك يا عالة، تيجي على الآخر تبوظي كل اللي عملناه. يا عمي أنا ما بقاش عايزة حاجة. أيوه أنا فاهم كل حاجة، بس عاوزك تصبري وتسمعي كلامي، وكل شيء هينتهي زي ما انا عاوز وزي ما انت عايزه. لازم تستحملي اكتر من كده. ايوه دلوقتي انا هفهمك تعملي ايه. بس الحمد لله على السلامه يا بابا. الله يسلمك. اخبارك ايه يا احمد؟ الحمد لله. واخبار احلام؟ كله تمام. مالك يا بابا؟ زعلان منك. حضرتك شفت امال؟ ايوه، وحكيت لي على اللي حصل، وعشان كده انا زعلان منك. ليه؟ كنت متوقع ان الدكتور يبقى اعلى من كده ويعالج الامور بحكمه مش بتهور. حضرتك سمعت وجهه نظر واحده. مهما كان ما تمدش ايدك على مراتك. وهي ليه تسمح لنفسها تيجي انسانه ما غلطتش فيها؟ دي ست المفروض كلنا نعملها بمنتهى الرقه، خصوصا امال. انت بتدافع عن احلام بالحماس ده كده ليه؟ لا ابدا، انا بدافع عن الحق. طيب هنكمل حديث ده في السكه، انا كمان عاوز اطمن على احلام. حاضر، دقيقه واحده بس هغير هدومي.
خلاص هانت. بلاش من اهدى ما تتعبنيش يا بابا. الولاده في المستشفى اطمن واسلم من البيت بكتير. محدش يعرف الظروف. ظروف ايه؟ انت هتعملها لي الشغلانه؟ كل الستات عندنا بيولدوا في دارهم، انت نفسك اتولدت في البيت. يا بابا المستشفى فيها استعدادات ومعدات مش موجوده في البيت. هات كل اللي يلزمك، انما ولاده في المستشفى لا. ليه؟ لا لازم الحكايه دي لازم تتم في السر، مش عاوز اي مخلوق يعرف عنها اي حاجه. يا بابا ارجوك تفهمني، اذا كنت خايف تولدها ابعت اجيب ده تولدها. خايف عليها قوي كده ليه؟ لا ابدا، انا خايف بس تحصل مشاكل احنا في غنى عنها. مشاكل ايه اللي ممكن تحصل؟ عمي كلامه مظبوط، كل الستات بتولد في مستشفيات. هو انتي اتكل على الله، ما بقاش قلبك خفيف. مش قادرة. معلش استحملي شوية يا حبيبتي. مش قادرة. زي ما انت عايز برضو احب اخد رايكم. اشمعنى دي الحاجه اللي حسيت فيها رايك؟ انا هسمي حسين على اسم المرحوم ولا ايه رايك يا امال؟ سميه زي ما انت عايز يا عم. طب يلا خد ابنك عشان نسافر. سافر؟ طبعا البلد كلها مستنيه حفيد المنشاوي، ولازم اخد رايك ديما تصحى وتشوفه، مش لازم تعرف اذا كانت ولد ولا بنت. يلا خد ابنك يا امال، خد ابنك. اسمع انت هتستنى معاه؟ اه طبعا، لانها لسه تعبانه.
طيب كمان على الفلوس ولا هرجع تاني عشان الموضوع كله. الحمد لله على سلامتك يا أحلام. الله يسلمك ولد. أنا قلبي حاسس مش كده؟ حلو يا أحمد. عيني لونها إيه؟ أمال هو فين؟ روح هاته، نفسي أشوفه. مالك يا أحمد؟ الحمد لله على سلامتك انت يا احلام. في ايه؟ انا مش سامعه عياطه. هو فين؟ سافر. سافر؟ بابا اخده وسافر بيه البلد. ليه استعجل من غير ما المسه؟ من غير ما اشوفه؟ من غير ما اشيله؟ حرام عليك يا احلام، ما تعمليش في نفسك كده. لسه نايم. كل كويس؟ يعني نفسي اكلته.
وبعدين انا لازم اجيب له حد يرضعه. زي ما يعجب حضرتك يا عم. ايه مالك مش مبسوطه ليه يا ام حسين؟ انا ام حسين طبعا. تفتكر الكلمه دي تسوى ايه بعد احمد ما راح؟ راح راح ازاي؟ ايه اللي بتقوليه ده؟ هي دي الحقيقه يا عم. انت جبت لي عيل مش حاسه بيه، مفيش بيني وبينه اي ارتباط غير كلمه، كلمه بكتب بيها على نفسي وبنكذب بيها على الناس. اتخذت مني احمد، خدت جوزي، خدت اللي كان حبيبي 5 سنين. احمد مجاز، انا عايشه مع عيل وجوزي عايش مع واحده تانية. انت حققت كل اللي انت عايزه بس كسرت الحب اللي بيننا. يا عم ما تقوليش كده، احمد هيجي لك وانا لازم اجيبهولك. انا مش عايزك تجيبهولي والحب اللي في قلبه انتهى. صدقني مش هبقى سعيده ابدا. احمد هيرجع لك، انا هنزل بكره مصر هخليه يطلقها وادفع لها فلوسها وتمشي ويرجع لك وهو بيحبك وتعيش معاه هو وابنه، وانا بقى ارتاح ارتاح بعد ما حققت لكم كل امالكم وشفت حفيدتي. ازيك يا بابا؟ اهلا يا احمد ابن حلال مصفي. انا كنت هنزل لك مصر النهارده. ده انا اللي جيت لحضرتك في موضوع مهم. عارف كل اللي هتقوله وانا جاهز. ما افتكرش حضرتك عارف انا جاي ليه. ليه؟ لان احلام عايزه تشوف ابنها. ابنها؟ ابنها ده ايه يا بابا؟ انا وعدتها بكده. تجرى لك حاجه في عقلك يا دكتور؟ ده ابني وابنها ومن حقها انها تشوفه. لا مش من حقها انها تشوفه. ازاي؟ هو كده الولد ده ابن امال، وانا اتفقت معاه على كده وهي وافقت، وانا هديك دلوقتي الفلوس علشان تديهم لها، انما تشوفه من رابع المستحيلات. وانا بقول لحضرتك انها لازم هتشوفه وهاخده ليها ده ابنها. ما تعليش صوتك عليا يا ولد. انا اسف يا بابا، بس هتشوف ابنها وهيعيش معاها. مفيش قوه في العالم هتاخد مني الولد ولا من امال. لا هاخده، وان ما خدتوش انا هطلع واقف وانده واقول قدام اهل البلد كلهم، هحكي لهم عن الحكايه واقول لهم عن اتفاقك وانك اشتريت العيل ده بفلوسك وان العيل ده مش ابن امال. انت فاهم؟ لا كده يا احمد، عاوز تطلع قدام البلد وتفضحني؟ عاوز تفضح مراتك وبنت عمك وتطلعها كدابه وتشهر بيها قدام الناس؟ يا اخي تربيتي ليك وحبي ليك يا احمد، ليه يا ابني تخليني امد ايدي عليه؟ على الدكتور اللي بحبه وافتخر بيه. انا اسف، ارجوك سامحني. انا لو يمكن كنت هعمل حاجه زي كده، انا بس انفعلت شويه. وحضرتك لو كنت سبتني كنت تراجعت. تفتكر حضرتك اني ممكن امسك؟ ابدا. بس بالرغم من كده احلام عايزه تشوف ابنها يا بابا، ده من حقها. خلاص خلاص يا ابني سيبنا اتصرف، انا حقنعها على طريقتي الخاصه. انا تحت امرك، بس انا مش هرجع مصر غير وحضرتك معايا. خلاص بكره الصبح هنسافر سوا، اطلع استريح شويه.
وسيبني لوحدي. سيبني لوحدي. الحمد لله على سلامتك. ابني فين يا احمد؟ عندي في العزبه عند جده. انت مش وعدتني انك هتجيبه عشان اشوفه؟ وانا وعدت بعشرين الف جنيه وانا عندي وعدي. مش عايزاه. امال عاوزه ايه؟ عايزه ابني. ابنك ده ايه؟ احنا اتفقنا انك تنسي الكلمه دي خالص. انت ليكي حق واحد عندي بس اللي هو الفلوس، غير كده لا. لا انا ليا حق في ابني، ليا حق في اللي عاش معايا في نبضي وفي دمي، ده اكل وشرب معايا، هو ده حقي الوحيد. انما الفلوس انا مش عايزاها، مش عايزه فلوس العالم كلها. اسمعي يا احلام، انا مستعد اديكي كل اللي انت عاوزاه، كم يكفيك؟ ارجوك يا حسن بيه ما تكلمنيش على الفلوس. انا صحيح كنت عايزه فلوس لاني كنت فقيره، دلوقتي انا عايزه الفقر، وعايزه ابني، وعايزه اشحت بيه، اتوسل اليك، ابوس ايديك. ايه بس المطلوب مني؟ ايه اللي اقدر اعملهولي؟ ولا حاجه، اعيش جنبه، اشوفه، اشيله، اربيه، واعيش جنبه خدامه، ومش هتكلم، اوعدك اني مش هتكلم. انت بتقول ايه يا احلام؟ انا مش ممكن اوقع. ارجوك يا احمد ارجوك، اذا كنت بتحبني حقق لي ده، حقق لي ده. انا ما رضيتيش. انت مراتي، ازاي اقبل انك تيجي شغاله لابننا؟ معلش ده قدري، معلش. يعني ايه قدرك؟ انا لازم اغيره؟ مش ممكن. قلت ايه يا حسن بيه؟ اسمعي يا احلام. نعم. لازم تفهمي ان امال مرات احمد بنت اخويا. حاضر. وانا عمها، انا اللي مربيها ومسؤول عنها. وعلشان تيجي عندي في البيت تشتغلي دادة للولد، لازم احمد يطلقك. موافقة، أنا موافقة يا أحمد، طلعني يا أحمد، أنا موافقة، أنا موافقة. إزاي يا أحلام تقوليها بالبساطة دي؟ فين اللي جنبنا؟ فين الحب؟ فين اللي قلناه 9 أشهر؟ أنا بيني وبينك حب كبير، لكن في حب أكبر، ما حسيتوش إلا دلوقتي. أنا هشوفك فيه، وحدي كل حبي ليك لابني أحمد. أنا بطلبها منك، مش هو اللي بيطلبها. أرجوك أرجوك تطلقني، ارحمني وطلقني، أرجوك يا أحمد، ما تعذبنيش أكتر من كده. ولا يا أحمد أرجوك. مش ممكن يا أحلام، اللي بتطلبيه ده صعب. ده الشيء الوحيد اللي بطلبه منك، وده الشيء الوحيد اللي هيساعدني. بقى أنت هتبقي سعيدة بكده؟ أيوة يا أحمد أيوة. أصعب كلمة في حياتي هقولها لك علشان أساعدك. خلاص؟ ارتحت؟ حققت كل اللي أنت عايزه؟ اتجوزتني وطلقتني؟ بس أنا هسيبها علشانها مش علشانك. أنا لولا هي ما كنتش وافقتك على حاجة أبدا. أرجوك تفهم ده كويس. بكل حبي ليكي، بكل الألم اللي جوايا، انت طالع يا أحلام. أنا مستنيكي بكرة.
جيتوا متأخر قوي. خلاص كل شيء انتهى. فيه بابا فين؟ روح حصله، يمكن تقدروا تشوفوه لآخر مرة. هنا ابني اللي ما شفتوش.